انا قلت اكيد هيجي لي المكتب الليل، لاننا متفقين نقعد ونتكلم في حاجات مهمه جدا. يمكن روح البيت ونام. ما انا لفيت عليه قبل ما نكلمك يا استاذ، رحت له بيت وبيوت اصحابه وقرايبه ومعارفه ومحدش شافه من الظهريه. مفيش داعي للقلق، مغور طول عمره كده، يقب ويغطس ويغطس ويقب على كيفه. انا لازم اشوفه الليل. استاذ مؤنس مستني منه مكالمه، نقل له اللي اتفقنا عليه. شوف يا ادم، انا عايزك بقى ايه، تاخد الاستاذ وتقعدوا على القهوه وتستنوني، انا هنضرب بلطه كده ونيجي على طول. لا انا مش هنستنى اكتر من كده، انا هننزل ندور على الولد. استهدي بالله وعودي، يعني انت تايهه عن ابن اختك؟ هي دي اول مره يخرج فيها ويتاخر لنص الليل؟ بس المره دي حاجه تانية، ده كله بيدور عليه ومحدش لاقينه، والراجل اللي بيشتغل عند المحامي قال لي كان في ميعاد مهم والورا ما راحوش. من هنا وراح يا خدت عودي على النظام ده خلاص. مغاوي طلع من غلاف الجو كوكب السياله، وممكن تقعدي بالاسابيع والشهور ما تشوفوش. وده جالك من امتى ده؟ اتعديت ولا صحيت من النوم لقيت نفسك كده؟ حسبتك هتبطل فجعانه وتقولي نيجي ندور معاك يا خالتي؟ ما نسيبكش في انصاص الليالي لوحدك يا خالتي. بس كده من عناية، اما تغطي الاكل لغايه لما نرجع. وتسيبوني لوحدي؟ طب البنت بتتفسح مع خطيبها وانتوا رايحين تدوروا عليها مجاوري، واني اقعد حاطه ايدي على خدي؟ انا هروح بقى لام وحيد ونقعد معاها شويه. وبنتك اما تيجي مين هيفتح لها؟ لا بنتي راحت السلمه مع حماده، يعني مش هتيجي دلوقتي. راحت حفله كام يا عظيم؟ الحفله اللي هتطلع بعد نص الليل يا عظيمه؟ يلا انا احرق دم ليك شتاولع. ولا خد خالتك وامشي لحسن دناوية تشبط فيا. ما احنا كمان دخنا عليه يا عم عسلية، استنيناه في القهوه بالليل زي ما قال لنا، ما جاش. وكمان رحنا له البيت وفرشه سلامه الضو في البياصه وبرده ما بنش. انت مزنوق له قوي في ايه يا عم الفقر؟ اتلم يا ولا، انت ما فيكش غير لسان، والواحد لو نفخك نفخه هتطير في الهوا. طب انفخني يلا، انا نفسي نطير، بس شد حيلك واسحب نفس جامد قوي عشان تقدر تنفخ. لم الدور يا ولا، انا مش فايق لك. انا نفسي افهم انت زعلان ليه؟ ايه الفرق بين الفقير والفقري؟ متقصر يا ده سعيد في ايه؟ حقك عليا يا عم عسليه، وانا ان شاء الله لما نشوفه مغاوري هنقول له ان انت عايزه في موضوع ضروري. طب لو وقع نفسه في مصيبه خبطه عليا، ان شاء الله يكون الفجر. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. هنخبط ماشي. بجد يا اولاد غطسة مغاوري الليله مش طبيعيه. تقلقناش امال ازاي؟ سيد عنده حق يا امير، انا كمان قلقان. يا اخوانا مغاوري مختفي بمزاجه، ما هو كان باين من الصبح. وبعدين لما خلصنا مطرح التولياني وجينا ماشيين قال لنا ايه؟ مش قال يمكن بالليل على القهوه؟ ما هو ما جاش على القهوه. ما هو قال يمكن. انا كده فهمت، يعني كان في دماغه انه جايز ما يجيش. اهو الولد بيسو وصل، يمكن يكون عطر عليه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. هيا بيسو، سبع ولا ضب؟ سبع طبعا، استعدوا. حفناوي اتفق مع نبطشيت باب سته وهيدخلونا الليله الساعه 2، بس غير نظامه معانا، عايز نص الغله. حيلك حيلك، احنا بنسالك عن مغاوري، شفته؟ اني ولا لمحته اصلا. وبعدين ما انتوا عارفين مغاوري ما برضاش يدخل معانا الرصيف. واني كمان مش هندخل. ايوه ولا انا. اللون قالب على غامق كده ليه؟ عشان باقي الالوان مديه على فواتح يا عبس. مغاوري معشمنا نقلب الصفحه ونبتدي من اول الستر على النظافه. متشكره يا شيحته، بس امانه والنبي لو شفته بقديني خالص. ماشي يا رزق، عموما ما تقلقيش، في هنا استاذ مستنيه برضه. الله، ده الاستاذ مختار المحامي. ايوه، ده الدنيا كلها بتدور على الولد بقى. عموما لو في ايوتا حاجه انا رقبتي سداده. ايوه ايوه يا عارفه طبعا، ستك بعافيه. يعافيك يا ست رزق. احلو الولد دلوقتي وعلى سكر وعسل. مش كان بالراحه يا خالتي؟ وليه متشكرين وخلاص؟ انت تخرس خالص، انت تعرف الناس دول زيي؟ انت هتعمل لي فيها منصح؟ بكره اشوف حته الحلاوه اللي هيقف عليها الدبان ويغطيه. الحلاوه دي يا خالتي؟ انت هتكلمي بالالغاز. الحلاوه دي بقى ابن خالتك يا عين خالتك. قصدك يعني هيتلموا عليها عشان ال ايوه ايوه عشان ال بتدوروا عليه زيي؟ اني هنتجنن يا فقري، والقلق بدا يدب صوابعه في قلبي. روحي انت يا رزق، بلاش دواره في الشوارع، واني مش هننام الا ما نعطر عليه. فاضل خرم ابره في دماغي، هندب عينيا فيه ونشوفه. وبسلامته طفل صغير هيتوه، هتلاقيه مرمي في اي خرم من الاخرام اللي بتلايم فيها الصيع اللي زيه. لفيت على كل الاخرام لقيتها مسدوده. ما عادش اللاني جاي تدور عليه عندي؟ لا لا، يعني جاب بالي يعني انك عايز تخلص طارق من العلقه اللي اديها لك. وزيت عليه واحد ولا ايه؟
السفاري، انت جاي عندي عشان تلقح بلاويك عليا؟ ايه ده يا غرب، ادي خلق، سيب يلا الراجل الطيب ده. ايه مالك يا عسوله؟ في ماله مغاوري تايه؟ طب وانت مالك؟ ها بابا مامته خالته طنطو؟ يا معلم ده في ناس بتدور على مغاوري وقصدوني، بيقولوا عايزينه في حاجه مهمه قوي قوي، وبعدين في الاخر ولا في الاول بقى مغاوري دوت من حتتنا حبيبنا، كلامي فيه غلط ولا حاجه؟ صح وعين الصح، بس لاني ولا المعلم غريب شفنا مغاوري، وبعدين مغاوري اللي يمكن نأذيه زي ما انت فاكر، بالعكس نحطه جوه عينينا ونغطيه برموشنا ونعين حواجبنا حراس عليه، ولازم تصدقنا وتسمعنا بقى تحيه المساء والسهره وتتكل، بدل ما تتقلب غم وحد فينا ايده تطول على التاني ويخرشمه. وبعدين انت ايدك طرشه، ولو جت في حد فينا قول الله يرحمه. ليه؟ طيب كويس يا اخويا، تصبح على خير. السلام يا عمنا، نام بدري عشان صحتك واستغطك. مش فاهم الراجل الرخم ده حشر نفسه بدون مناسبه مع الولا مغاوري ليه؟ اللي يشوفه يفتكر انه من بقيه اهله. طب بذمتك انت مش فاهم ليه؟ قصدك ايه؟ في حاجه بينه وبين رزق؟ لا انت دماغك شطحت بعيد قوي، رزق ملهاش دعوه ولا اي حد في السيال الا الولا مغاوري، الطفل المعجزه. طفل ايه؟ ده سنه عدى ال 25. بكره الناس كلها هتبقى اهله وحبايبه بيتمنوا له الرضا يرضى، وشارع ابو نار ده هيولع، والسياله هيتقلب حالها، والناس هيبقوا صنفين، صنف هيهللوا ويسقفوا ويفرحوا، ويلقوه في الملبس اللي بيرميه البرنس من التختروان بتاعه، الصنف التاني بيهجموا ويعينوا نفسهم في الأبعادية ويركبوا الموكب ويبقوا هما أصحاب المولد. إحنا لازم نبقوا من الصنف التاني. الفيلم عجبكيش ولا إيه؟ بالعكس ده جميل قوي. ومال ساكتة يعني ومسهمة كده؟ سرحانة في بطل الفيلم، أصله شبه مغاوري ابن خالتي بالظبط، بس مش في شكله، لا في الحاجات اللي بتحصل له اليومين دول. تقصد يعني حكايه الفلوس اللي ابوه بيديها له؟ ابوه بيديله ايه يا حماده؟ هو مصروف؟ ده انا بنسمع كل شويه حاجات تجنن. ازاي يعني؟ مش فاهم. بالملايين يا حماده، ملايين. مبالغات اضره ما تصدقيش. طب ونطلع بقى الكلام ده بجد وما فيهوش ايتها مبالغه؟ معقوله؟ شفت بقى انت سرحت وسهمت زي ازاي؟ بتقولي حاجه ضره؟ لا مش هنقدر دلوقتي، الجدع اللي اسمه حنفي العطار ده مش هيكن، محتاج ترتيبه موال. تاني هام في قصعة فتة باللحمة واسحم ده سيدي المرسى ابو العباس في شارع ابو نار، عايزين نروح نملى الطنة ونملى كام طبق وصحن كده واحنا ماشيين. لا مش هنقدر نقول لك دلوقتي، اما الاكلة تسخن هنديك خبر. يلا سلام. بلاش الأبقى.
شغل العفاريت بجد بقى. البيت ده مسكون من اول ليله نبيت فيها واشتغلوني في الليل. يا عم قول كلام غير ده. عفريت ايه ده؟ احنا في القرن الواحد وعشرين تلاقيهم شويه قطط بيتعاركوا ونونو نيو وانت سمعتها عو. ودي معقوله دي؟ المعلم طولياني على سن ورم هيخاف من شويه قطط؟ لا يا رجاله لا، البيت ده فعلا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه صح، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالذات الاوضه اللي فوق السطوح. وش معنى الاوضه اللي فوق السطوح بالذات؟ اللي كان ساكن فيها الفراش بتاع جامع ابو حليمه اسمه علي أبقب. طلعت علي أبقب عشان ما كانش يحلاله لبس القباب والطرقعه بيه في عز الليل. في يوم بيفتحوا عليه الاوضه لقوا مخنوف وقطه، ومن يوميها الاوضه ما سكنتش، كل ما حد يقرب منها يطلعوا له ويقلبوه طفشوه. ماشي ماشي يا غريب الكلب. لا لا بس دي كلها خرافات، انا ما بتخرجش من الاونطه. طبعا طبعا يا عم الحاج الطولياني، انت تطلع فوق تشخر وتنام وتستريح وتسد ودانك، واقول لك حط في ودانك في ودانك حته قط. وانت تطلع مني يا اخوي مش عرفك اللي سمعت وما شفتش. شيء طبيعي يا عم الوسطى الطولياني، حصلك لو شفت كنت رميت نفسك من فوق السطوح. هو مين ده يا دي انيميا اللي يرمي نفسه من فوق السطوح؟ ده المعلم ضحى على سن ورمح. لو طلعوا له عفاريت الميضه حتى. بتقول ايه يعني؟ عفاريت ايه؟ الميضه ايه؟ ما سمعتش عنهم؟ دول عاملين كليب في جنن. تلاقيه ما شافوش. بس احنا ايه؟ هنوجبه معاه ونفرجه له. يلا يا عم الطولياني هنفرجك على الكلاب بتاع عفاريت الميضة. عفاريت الميضة بيضة ليلهم سيدة سيدة خضة وخضيضة بيضة خضة
ايطاليا ايطاليا يا صنع ايطاليا وايطاليا التاليا نرميك في الميضة نرميك في الميضة عريق الميضة بيضة عيونهم سيضة سيضة خضة وخليضة بيضة خضة وتنفيضة والسيضة بتاعها بتاعها اللي اسمه بتاعها بتاعها عمره ما رتاحها ايوة ولا قد مريضة يا ليلتنا البيضة يا ليلتنا البيضة ايه ده؟ دول عيال نفسهم بتوع ديك الليلة وبعدين يا دحا هتسيب شوية عيال زي دول ياكلوك ويطلعوا البلد الأزرق على جتتك؟ طب نعمل إيه؟ لازم نضرب فيهم ولا جري في الظروف دي نص الجدعنة؟ بس 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 خلاص يا ابني أنت وهو المسخرة دي ما تاخدناش في دوكة قولها الأول كنت فين كل ده؟ السيارة كلها بتدور عليه مش مهم المهم دلوقتي إن أنتوا تسيبوني مع صاحبي وتنكشفوا بالإذن يلا رجالة أورفور سلامة موغة سلامة الله معلم حقك علي حقك علي معلم حقك علي ده بس العيال ايه كانوا عايزين يسلوك ويطلعوك يعني بره جو العفاريت واللبش والبيت الملعون ده يعني انت موغة كنت عارف ان البيت مسكون وما تقوليش ماني كنت عارف اه بس نسيت اقول لك ما انت كنت غايب عن السلام بقالك مده وفتره وكده واني نسيت العيب على مين العيب بقى على اللي سكنك البيت ده ودلك عليه ايوه هو الورق غرغر المعفن انا هروح دلوقتي هروح اطين عيشة امه حقك يا معلم حقك روح اطين عيشة امه طيب مع السلامة تراك اخطر مين افتح اخراب البيت ده الدنياني دخلني يا اندهش دماغك ايه خبر ايه مالك هنفضل كده مقطوع الباب اصل عدم المؤاخذة الولية الجديدة نايمة جوه يعني ودي عروسة جديدة وما يصحش يعني واتجوزتها امتى دي يوم الخميس ليلة أول امبارح كده على السكتي؟ ما انت عارفني ما نحبش الهيصة ولا المنظرة عشان حسد خير خير يا صاحبي في ايه خير؟ هاني تسكنني في اوضة كلها عفاريت وبيت مسكون؟ تقول ايه يا دحا؟ الله انت بتحلم ولا بتمشي وانت نايم؟ ما لقيتش في السيارة ولا البحر الا المخرومة دي بتنقيلي هي ناقص عفاريت الميضة؟ عفاريت ايه؟ سلامة عقلك يا دحا ليه؟ ما سمعتش عن علي أبعد؟ علي مين يا حبيبي؟ لا 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 لا, لا, لا. انت تروح تصرف عفريتك وتنام عشان كمان ننام غريب انت واقف بتتكلم مع مين يا راجل مين صفاء العمري مين الله 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 ايه الحكايه مساء الخير مساء الخير اهلا يا ابو انتوا جيتوا يا بتوع حفلات انصاص الليالي طب مش تاخدي نفسك الاول وبعدين تبقي تتعاركي يا اختي انا مالي انت حره ببنتك ترجعيها انصاص الليالي ترجعيها الفجر تسهريها في الكباريهات انت حره بس عليكي يا رزقه انا بنتي مش وش كباريهات وبعدين انا اللي مسرحه لها تروح مع خطيبها حفله تسعة انا اسف حقك عليا يا ابله انا بس مش عايزكوا تتخانقوا من تحت راسي يا ابني هي دي خناقات بهزر وزغزغ معلش يعني خالتي متوتره شويه عشان خاطر مغاوري غايب ومحدش لاقيه طب اللي عندي بقى مش قايله لك الولية ام وحيد قالت لك حاجه ام وحيد مين انا رحت لام وحيد لقيتها نايمه بسابع نومه رجعت على طول طب ما في ما تنطق لما تحقي نفسك الاول ليا والبيت طب وسيد المرسى والعباس ايه ما نطقش خلاص خلاص قلبك ابيض مغاوري بخير الولا انيميا جه قبل ما تيجي بربع ساعه وسال على مغاوري نشوف فيك يو وده معناها ان الولا بخير اصل هي مش عارفه تفهمك الولا انيميا جه وقال ان هو ومغاوري كانوا عند الطلياني بيغلسوا عليه وبيسوا عليه اللبش وقال ان مغاوري نسى الموبايل معاه وهو سابه هو موبايل الولا طب راح فين بعدها الولا ده ماله انا كل شويه هنلف ندور عليه خلوا اللفه المره دي عليا انا ايش عرفك منين هنا ما الولا شهبور قابلته على ام ابو نار ولما سالته قال لي انه لمح ماشي لوحده كان بصور مدافن المناره ما اعرفش ايه اللي نزل عليا زي الالهام فجاه كده وثبت في دماغي انك لازم تكون موجود هنا بعد ما قعدت نبرم طول النهار على رجليا من غير هدف ونقعد على قهوة عمري ما قعدت عليها ونسرح في شوارع عمري ما مشيتها
وحاجه واحده بس في دماغي، اني مش انا واني ما نعرفنيش. عارف يا حماده، اي كنت بنبص على نفسي من بره اكن واحد تاني بيشوفني. كل ده عشان مستغرب اللي حصل لك، حاسس ان في نقله هتغير لك حياتك وتخليك مغاوري تاني غير اللي انت تعرفه. بالظبط كده يا حماده، وبعد ما تعبت كان نفسي انام، رحت اتسنكحت على عبد الغطاس، افتح لي كده اي كابينه في الانفوشي، اترميت المغربيه واني جسمي متخدر بس مش نايم، ولقيت هاتف وداني بيقول قوم يا ابن كريمه لو غمضت عينيك هتموت. اتفزعت ورجعت تاني نمر على رجلي واني بنسأل اشمعنى ابن كريم. عودت على الشيخ طلبة في جامع سيدي الأباصيري، حكيت له قال لي امك عايزك تزورها يا مغاوري. قمت انت ما كدبتش خبر وجيت على هنا على طول، بس مش كنت استنيت النهار والونسة مغة؟ يعني مش بنخاف من الترب ولا الليل، وبعدين الحمد لله عم رمضان الترابي جاب لي الجاكيت ونور لي الكشاف وجاب لي بلح ابريمي وعمل لي شاي، ربنا يكرمه. اما قول لي يا حماده، احنا ليه بنخافوا من الترب؟ قول لي، بما انك يعني المثقف الرسمي بتاع العيله. مهوش سؤال محتاج مثقفين عشان يردوا عليه، المسألة بسيطة. احنا بنخاف من مواجهة المصير اللي هننتهي اليه كلنا. عارف يا حمادة، اني غفلت واني ساند راسي على جدار المدفن ده وشفت امي زي الصورة اللي في اوضة رزقة بالظبط، طمتني وقالت لي ما تروحش الليلة يا مغاوري، قضي الليلة دي في جامع سيدك المرسي وصلي الفجر هناك وغفل، وبعدها هبان لك إشارة. انت فين يا مغاوري؟ مغاوري اني هنا ياما. يا ولا رد عليا يا ولا. مغاوري ما هياش سمعاني يا ولا. انت رحت فين يا ولا؟ اما ما هياش شايفاني. مغاوري انت فين يا ولا؟ يا ولا انت رحت فين يا ولا؟ يا ولا تعالى هنا يا ولا. مغاوري رزا رزا. الحمد لله الحمد لله، موجب صحيح. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينصرف الوسواس الخناس. انت مين؟ اخوك في الله. تاني كنت بنحلم. ان كان الحلم خير تبقى بشرى، وان كان شر يبقى انذار. ما مش عارف احكي لي. ليه يعني؟ ده حلم اني يعني سر. انت شاب عابث. عابث؟ ايه كابتن؟ يا كابتن تعالى، طب بس نتعرف. انا اسمي الشاب عابث مغاوري، وانت اسمك ايه بقى؟
يعني انت صليت معاه الفجر في ابو العباس وسبته هناك ورجعت بيتك ونمت؟ ايوه ابله. جاك اول ما يقويك في قلبك لما انت سايبني القلق هاريني وحموت على الولا وعيني ما غفلتش طول الليل، ما خرجش من ايدك تيجي تطمني عليه؟ على مهلك عليا يا مهارة، ده احنا كنا بعد وش الفجر، ومع ذلك انا فوت وندهت من تحت البلكونه وقلت مغاوري مرتين لما محدش رد، قلت مية مية نمتوا. يعني انت صحيح لو كنت صاحيه وما نمتيش زي ما بتقولي كان زمانك سمعتي؟ وانت هتقولي ايه غير كده؟ ما اي حاجه هيقولها ان النص عينه هتبصمي عليها وتلحسي صوابعك بعدها. عسل مش كده يا حمانه؟ اتلم يا بنت. يعني هنستناكي تحت عشان نوصلك لشغلك في طريقي. ها الله عسل مش كده يا حماده؟ وجي وما اعبد جقدارة ان ما اتلمتي واتعدلتش لهن نديكي علقه من علق زمان وهنشرحك. عيني يا امه. اخفي اخفي من قدامها. بتجري هتروحي فين؟ يعني هتمشي على الرصيف؟ ما انتي راجعالي راجعالي وهن نديكي العلقه يا دارة وهنشرحك. انتي بتضحكي؟ انتي فاكراني بنهزر؟ طبعا بتهزري. هي أدارة هتهون عليكي برضو؟ لا يا عظيم، البنت قلعت برقع الحي امبارح ترجع بعد نص الليل من السيما واقفه دلوقتي عماله تتميل وتتميص قدام ابن سالم. لا يا عظيمه لا. لا طب وانت زعلانه ليه بس؟ ما هو خطيبها يا رزقه، لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. خطيبها ما يلزقلهاش في الراحه والجايه يا عظيمه، خطيبها يقابلها مرتين في الاسبوع وهنا قصاد عيننا وما يخرجوش كمان الا بعد كتب الكتاب. يا رزقه يا اختي الزمن اتغير، ما عادش فيه حد بيحبك اليومين دول، البنات مش لاقيين عرسان والشباب مش عارفين يتجوزوا. بقول لك ايه عظيمه، أنا دمي ما يستحملش المناظر دي. ولا دم انا كمان، بس هنعمله ايه؟ هنفتحوا عنينا من بعيد لبعيد وربنا يستر. باين ما قصدناش الا كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت فين يا ولد؟ كنت بقيت في الجامع مع الشحاتين والمجازين؟ اه وحلمت بيكي بس الحلم ناقص. هخش ننام ونكمله ونحكي لك لما نصحى. هو الولا مش داريان باللي حصل له يا رزقه؟ لا هو داريان ولا احنا داريانين ولا باين لها حاجه عظيمه. دي مؤامره دنيئه ولازم نكشفها. الملفات اللي معاكم دي فيها صور من العقود والاوراق اللي ادهاني امبارح الاستاذ مؤنس حشات. طيب وريتك واضحة طبعا، وكمان تفاصيلها مش سايبة خرم يا ابني. كل شيء واضح ومتستف مظبوط. وانت متر اطلعت عليها ولا لسه؟ لسه جاي من ساعة، ومع ذلك أخدت فكرة. ترتيبات مفاجأة ومدهشة، وقلبت الأوضاع كلها. مش لو كانت الأول الترتيبات دي صحيحة يا متر؟ سوري يا طلعت باشا، اللي عاملها حجة في القانون التجاري والمدني، ومحدش يقدر يمسك عليه أي غلط. أنت بتقول إيه يا متر؟ ده مش كلام محامي كبير زيك، بيلها في المجموعة دي 120,000 جنيه في السنة. ده مؤاخذة يعني، ده كلام واحد بياع قرش. مفيش لزوم للإهانة يا أستاذ طلعت، أنت طلبت رأيي في الملف ده وقلت لك، وإذا كان كلامي مش عاجبك فالبلد مليانة محامين كبار وأساتذة القانون، وعموما أنا شغلي متعلق فقط بقضايا المجموعة وعملائها، أما مسألة تصرف والدك في أمواله وشركاته فدي خارج نطاق اختصاصي. ما تعصبش قوي كده يا أستاذ رفعت، طلعت ما يقصدش هنا، إحنا معتبرينك واحد مننا وبنشاركك معانا في المصيبة اللي حلت علينا دي. والحقيقه يا متر احنا بندور على المنفذ يطلعنا من المصيبه اللي احنا اتفاجئنا بيها كلنا دي. اوكي يا استاذ، ممكن تدوني فرصه ادرس فيها العقود دي واقابل الدكتور مونس حشاد وناقشه، وبعدين اقول لكم على الخلاصه. على راحتك. على راحتك خالص يا متر، خد الملف وادرسه على راحتك. اسمحوا لي. اتفضل. الراجل ده مش هينفعنا، احنا مش عايزين محامي شركات ومعاملات تجاريه، لا عايزين خبير، خبير في اللبش، قصة في اللعبة في البيضة والحجر زي ما بيقولوا. متهيألي الأول نعرف مين الولا اللي نطط أبوك فجأة على كتفنا كده زي قرد الحاوي، إيه حكايته؟ ما تقلقش، الحكاية دي ما فاتتنيش، وأنا من الصبح وشغال في كل جبهات. دلوقتي أهم حاجة عايزين نعرف مين المحامي اللي هنشتغل معاه. ملحوظة صغيرة يا طلعت، طبقا للأوضاع الجديدة اللي إحنا فيها دي، المجموعة دي مش موجودة في مصر. نعم يا أخويا، أنت بتقول إيه؟ الكلام ده لسه بدري عليه قوي يا استاذ، انت فاهم؟ من غير انفعال لو سمحتي. حضرتك عايزه تقولي حاجه قوليها نناقشها، لكن الانفعال ولهجه الاتهام دي هتنهي اي مناقشه قبل ما تبتدي. مهما انفعلت يبقى عندي حق. انا لحد اللحظه دي مش قادره اصدق ايه معنى اللعبه اللي انت لعبتها عليا دي. لعبه ايه يا ست هان؟ الاتفاق اللي كان بيننا قبل صالح الحمولي ما يسافر اسكندريه.
بحجة أرض سبا باشا وحضرتك سافرت معاه. أنا آسف جدا، أنا ما أذكرش إن كان في بينا اتفاق من أي نوع يا هاني. لا يا متر، كان في اتفاق، والاتفاق ده كان بمقتضى إنك تبلغني بنوايا صالح لو اتصرف أي تصرف وطلب منك تساعده. ثانية واحدة بس، عشان بس نوضح الأمور، عشان كلامنا بس يبقى ليه منطق. أنا ما كانش في بيني وبينك اتفاق، كان في عرض من ساعتك وأنا قلت لك هفكر، وإذا كنت قلت لك هفكر مش معانا إن كنت هفكر فعلا، إنما حضرتك حرم صديق عزيز، وما كانش من المناسب إن أرد عليك الرد اللي يتناسب مع الإهانة اللي وجهتها لي. إهانة؟ طبعا إهانة، لأن العرض بتاع سعادتك كان قائم على إن محامي غير أمين ممكن يخون الموكل بتاعه، على إن صديق ممكن يخون صديقه ويفشي أسراره. يفشي إيه؟ يبيع أسراره. ده لقيت هنا برجلي عشان أخد درس في الأخلاق. العفو يا ست هانم، أنا مش من حق إن أديك درس في الأخلاق، ولا أنت محتاجة درس في الأخلاق، لكن أنا حبيت بس أحط النقط فوق الحروف. طب قول لي يا أستاذ مؤنس، إيه اللي كان ممكن يسيء لأمانتك المهنية لو كنت قلت لنا؟ إحنا مش أعداء صالح الحمولي ولا خصومه ولا بنشكل جبهة ضده عشان تخبي علينا أسراره، إحنا عيلته، أهله، مراته، أولاده. في دي بقى أنا موافق على كل حرف، طبعا ما فيهاش أي حاجة تسيء لأمانتي المهنية، وكان من الطبيعي وعادي إن أقول لكم كل اللي أنتوا عايزينه لولا حاجة واحدة ما كانش ممكن نخالفها. إيه هي؟ رغبة الحاج صالح نفسه، وكان واضح فيها جدا وحاسم إني ما أجيبش سيرة لأي حد، وحددكم أنتوا بالذات. وده ما يخليكش تشك انه ممكن يكون بيدبر حاجه ضدنا. ضدكم ليه؟ دي حضرتك لسه بتقول ان انتوا ما انتش اعدائه ولا خصومه، ان انتوا عيلته. صدقيني يا ست هانم، اللي عمله الحاج صالح كان في صالحكم، صالحكم كلكم. الراجل العجوز الخنيس ابو ناب ازرق من فيهم يا سوما، الحاج ولا المتر؟ انا اللي غلطانه، تصورت ان هذا البني ادم مؤنس حشاد ده هينسى الالم اللي اديتهوله، لكن لا، ده مش ممكن يتنسي. وطبعا بابي اختارها هو بالذات عشان يكتب مع المال اللي بيتعمل فينا. لا اسمحولي، انا ما بقتش فاهمه اي حاجه، ايه اللي حصل عشان الدنيا تتلخبط كده من حواليا؟ مفيش حاجه اتلخبطت يا مشمش، بالعكس دي ممكن حتى تكون اتعدل. انا انت قاعده بعيد عننا ليه؟ ابدا، قلت اسيبكم تتشاوروا براحتكم. وانت مش عايزه تتشاوري معانا بقى، ولا خلاص اقتنعت بالمؤامره اللي دبرها مؤنس؟ مش هو اللي اقنعني، ده بابا، بالجواب اللي سابهولي بخط ايده، وشريط الصوت اللي سابهولنا كلنا، وبكلامه اللي قالهولنا لما قابلناه في الكينج. انت بتقولي ان بابا ساب شريط تسجيل لينا؟ ايوه، مؤنس سمعهولي وقال انه هيعمل لكل واحد فيكم نسخه. وبابا قال ايه بقى؟ ان شاء الله بيشرح الاسباب اللي خليته يعمل الترتيبات الجديده. عموما هتسمعوه بنفسكوا احسن. واضح قوي انك لا زعلانه ولا متضايقه، بالعكس مبسوطه ومرتاحه. انا مش شايفه حاجه تخليني لا زعلانه ولا متضايقه، ومقتنعه جدا بدوافع بابا. مقتنعه بايه؟ نجيب لنا واحد ما نعرفوش ويقول لنا ده اخوك وكمان يديله ثروته؟ هو ما ادالوش الثروه ولا حاجه، ده وزعها علينا كلنا. بجد؟ وساب لي ايه؟ ما تستني انت كمان. استنى ايه؟ هي مش شهيره بتقولك ان بابي ساب لنا ثروته؟ عايز اعرف نصيبي يا اختي. استنوا لما نبقى نتنيل ونوافق ونقتنع ونشوف اصل الحكايه ايه. يا اسمه هانم، الانتظار ما منوش فايده. الترتيبات الجديده هتتنفذ من التاريخ اللي اتسجلت فيها العقود والاوراق، يعني بمعنى اصح محدش فينا هيقدر يرجع للوضع الاولاني، فبيتهيألي بقى نرتب اوضاعنا على الاساس ده. انت اكتر واحده يا حبيبتي مستفيده من تخاريف الراجل العجوز. وبعدين يا سوما، اما نشوف اخواتك وجوزك هيعملوا ايه. عبد الحليم بركات. ماله ده؟ طبعا تسمعوا عنه. مش ده المحامي بتاع قضيه المنزلاوي وكل القضايا اللي علقت في المحاكم وشغلت الراي العام العشر سنين اللي فاتوا؟ تفتكر يعني ان احنا مفيش غيره يا طلعت؟ ده مش محامي شاطر وبس، ده اقروبات في القانون، حاوي قضايا وما بيقبلش غير القضايا الملعبكه الملخفنه اللي ما يقوس منها. وانا واثق ان قضيتنا دي هتجري ريقه وتفتح شهيته للفلوس. طبعا ما هو ما بيشتغلش بالعتاب، ده بيشتغل بالنسبه. مفيش مشكله، اسمع
تتكلموا النهارده وتحدد معاه ميعاد، ويا ريت يكون الليله. حالا يا حبيبي. طب ورفعت؟ لا، رفعت مين بقى؟ رفعت حلها بنفسه لما قال ان كل اقتصاده هي قضايا الشغل داخل المجموعه، يعني طلع نفسه براءه وريحنا منه. مساء الخير يا ناس. اكلم استاذ عبد الحليم بركات من فضلك. طلعت بيه عنده اجتماع خصوصي ومنع اي حد يدخله. انا اسفه يا فندم. بس قولي له ياسر الحوفي معاه اخبار حلوه جدا من اسكندريه، هيحبك قوي. باردوني يا طلعت بيه، في واحد اسمه ياسر الحوفي بيقول ان عنده اخبار من اسكندريه. حاضر هدخله الصلاه الصغيره. يا ياسر طمني، ايه الاخبار؟ وصلت الحاجه؟ دي ورقه فيها العنوان بالتفصيل في شارع ابو نار في السياد، ومعاها الشيت بتاع الكمبيوتر لما دخلت على مصلحه الاحوال المدنيه باسم الشخص اللي حضرتك ملكته، مغاور مصلح الحاج. هيعملها الساعه 11 في المكتب، واضح من اسئلته كده ان هو مهتم جدا، والتلخيص اللي انا قلته له في التليفون شد انتباهه قوي. انا مش فاهم ايه اللي خلى طلعت ياخد ياسر الحوفي جوه ويكلمه بعيد عننا، واخبار ايه اللي جايبها له من اسكندريه؟ عادي يا مجدي حبيبي، ما تاخدهاش بحساسيه، يمكن الموضوع بعيد عننا ويخصه هو. ما انت عارف ان عزه مراته من اسكندريه واهلها عايشين هناك. اتفضلوا يا اساتذه. نص الكارثه طلع حقيقي. والدنا العزيز الحاج صالح الحمولي او الحاج مصلح الحمولي طلع له ولد فعلا عنده 25 سنة واسمه مغاوري. 25 سنة؟ 25 سنة وأبوكم بيستغفلني؟ مش لوحدي كسوبة، ده استغفلنا كلنا وختمها بشلوت وقلم على قفانا. والله كما دنت تدان، وزي ما بيقولوا بالبلدي كده كله سلف ودين. بتقولي يا شهيرة؟ بتقولي إيه يا حبيبتي؟ أنا يا ماما ما جوزتش باباكي إلا بعلم مامتك، وبعدين أنا بنفسي رحت لها وزرتها قبل ما وافق على طلب باباكي. وخدت موافقتها مش كده؟ معلش اصلي نسيت. طب وايه مناسبه الكلام ده دلوقتي؟ ما على رايي طلعت الحاج استغفل الكل، ولاد الحاجه فايقه ولاد اسمه هاني. انت خدت بالك من التوزيع الغريبه اللي عملها الحاج صالح؟ حاشرني انا وانت مع بهيره ومشيره، وحاشر الدكتوره فاتن مع شهيره، وفي نفس الوقت جمع شهيره مع الواد اللي اسمه غوري ده. اهو مغوري الزفت ده هو المصيبه. انتوا عارفين ان اموال ابوكم السايله بره وجوه كلها اتحولت رسمي لحسابه؟ مين قال بس ان احنا هنسيبه يتلايم عليها؟ الثروه دي من حقنا احنا، مش هنسيب له مليم واحد منها. يا جماعه الموضوع ده عايزه شويه عقل، العافيه مش هتنفع. لان لا هينفع تروحوا بمسدسات على البنوك علشان تمنعوه، ولا هينفع تمسكوا ايده عشان ما يمضيش الشيكات. في وسائل كتير قوي غير اللي انت بتقولي عليها دي. زي ايه يا اسمتين؟ ما اقدرش اقول لك. اصل انا شخصيا ما اعرفش انت مع مين ولا ضد مين. باردون شهيرة هانم، تليفون علشانك. مين يا شعراوي؟ مكالمة من بره، الدكتورة فاتن. قولها أنا جاية حالا. حاضر يا فندم. بصي بقى يا اسمت هانم، بما إنك مش عارفة أنا مع مين وضد مين، فبيتهيألي قعدتي في الفيلا هنا مش هتبقى مريحة. بعد إذنك أنا هلم هدومي وحاجتي وأمشي. وبالنسبة لي أنا I'm gonna stay in touch. كده مش حلوة سوما. بالعكس بقى، انا مش عايزه جاسوسه في بيتي. وحشتيني قوي يا فتونه. وصلك الفاكس؟ يبقى فهمت الوضع بقى عامل ازاي بالظبط. يوه ده لسه في تفاصيل وردود افعال كتير انت مش عارفاها، مش هينفع اقولها لك في التليفون. بجد هتقدري؟ يا ستي صد رده مش مشكله، المهم اشوفك. طيب كلمي الدكتور ولما تقرري اديني خبر. لا 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 كلميني على المحمول، غالبا من بكره مش هبقى هنا. لما اشوفك بقى بقول لك. سلميني على الولاد وعلى جوزك. باي يا حبيبتي. باردوني يا هاني. في ايه يا حنان؟ صحيح هنمشي؟ هنمشي؟ بتتكلمي بصيغه الجمع ليه؟ انا طبع حضرتك من لما روحتي، وعمي شعراوي بيقول كمان لو حضرتك حنان انا ليا لسان اتكلم بيه. شهير هانم إذا مشيتي أنا مش هستنى. ألو
ايوه مختار، انت كنت فين؟ اتصلت بيه 3 مرات مش عارف يقول لي مش موجود. المحمول بتاعك ما بيردش. انت هتخشني بقى في حكايه الكارت اللي خلص والشحن اللي مش عارف ايه؟ كنت فين يعني؟ يعني ايه بتدور على المغاوري؟ هو تاه؟ محدش عارف يا استاذنا. يعني ايه محدش عارف؟ ما تتكلم كلام معقول يا متر. اني هنقول لسعادتك. اصله راجع البيت العصر وقال لهم عايز انام ودخل اوضته. راجع ابن خالته دخل الاوضه ما لقاهوش. فص ملح وداب